موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وأنذر يا محمد بالقرآن الذي أنزلناه إليك القوم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، علما منهم بأن ذلك كائن، فهم مصدقون بوعد الله ووعيده، عاملون بما يرضي الله، دائمون في السعي فيما ينقذهم في معادهم من عذاب الله، ليس لهم من دونه ولي، أي ليس لهم من عذاب الله إن عذبهم ولي ينصرهم فأستنقذهم منه، ولا شفيع يشفع لهم عند الله تعالى فيخلصهم من عقابه لعلهم يتقون. يقول أنذرهم كي يتقوا، يبقى لعلهم يتقون متعلقة بأنذر به بالقرآن. يقول أنذرهم كي يتقوا الله في أنفسهم فيطيعوا ربهم ويعملوا لمعادهم ويحذروا سخطه باجتناب معاصيه. وقيل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، ومعناه يعلمون أنهم يحشرون، فوضعت المخافة موضع العلم لأن خوفهم كان من أجل علمهم بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منهم في ذلك، وهم يوقنون بالحشر ويخافون مما يقع فيه مما يكون فيه من الأهوال العظيمة، ومن يخافون من نزول عذاب الله فيه.
نعوذ بالله من عذاب الله. يقول: وهذا أمر من الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه ما أنزل الله إليه من وحيه وتذكيرهم والإقبال عليهم بالإنذار وصده عن المشركين به بعد الإعذار إليهم وبعد إقامة الحجة عليهم حتى يكون الله هو الحاكم في أمرهم بما يشاء من الحكم فيهم. وذلك أن الدعوة إلى الله عز وجل إذا تكررت فازداد المرء إعراضا عنها وعن الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي الإعراض عنه والتولي عنه إلى غيره، فتول عنهم فما أنت بملوم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فالتذكير لمن ينتفع بالذكر أو لمن تقام عليه الحجة، فأما المستمر على الإعراض الذي كلما سمع حجج الله وآياته استهزى بها وسخر منها، فهؤلاء يكون الإعراض عنهم والانشغال بغيرهم أولى، كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. احتج بهذه الآية وأمثالها الخوارج والمعتزلة النافين للشفاعة، ويقولون: قد نفى الله عز وجل الشفاعة في كتابه، فلا تقبل الأحاديث الواردة في خروج عصاة الموحدين من النار. وهذا من الضلال المبين وتحريف آيات القرآن عما عنيها الحق، فإن الله عز وجل قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فلا يوجد من دونه شفيع، كما لا يوجد من دونه ولي. والشفاعة التي يثبتها أهل السنة كما أثبتها القرآن شفاعة بإذن الله، فهؤلاء الشفعاء الذين يشفعون بإذنه وبعد استئذانه وفي من أذن الله عز وجل أن يشفع فيه، هؤلاء ليسوا من دون الله، بل الله الذي يقيمهم يشفعون لمن شاء من عباده، فهم ليسوا شفعاء من دونه كما يعتقد المشركون في شركائهم أنهم شفعاء رغما عن الله، يظنون أنهم شفعاء مع شركهم وكفرهم. فأما أهل الإيمان فيرون الشفعاء الذين هم الملائكة والأنبياء والصالحون ليسوا من دون الله، بل بأمر الله وبإذن الله يشفعون. فليس في الآية حجة للخوارج والمعتزلة، بل هي حجة عليهم، والله أعلى وأعلم. وقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال ابن جرير: ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب جماعة من ضعفاء المسلمين، قال المشركون له: لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا مجلسك.
حتى لم يعدوه بالإيمان، وإنما لمجرد السماع. هم يتكبرون عن سماع القرآن مع هؤلاء الضعفاء، يريدون المحافظة على الطبقات الاجتماعية في مجتمعهم الجاهل، يريدون أن لا تتغير الموازين إلى أن يكون التقي هو الأعلى قدرا، وأن يكون الداعي لله عز وجل والمصلي والصائم والقائم هو الأفضل عند الله عز وجل وعند الناس. فلذلك طلبوا هذا الأمر الذي نهى الله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين. صهيب ليس عربيا، ليس له قبيلة، رومي. عمار كان عبدا مملوكا حتى اعتقه أبو بكر فليس من أشرافهم. بلال كان عبدا حبشيا، خباب كان أيضا من الفقراء. فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ لأنهم سابقون، هؤلاء سبقوا إلى الإسلام، أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنا، اطردهم عنك، فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وكذلك فتنا بعضهم ببعض، إلى آخر الآية. عن ابن عباس قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ من قريش، ثم ذكر نحوه. عن السدي عن أبي سعيد الأزدي، وكان قارئ الأزد، عن أبي الكنود عن خباب في قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله: فتكون من الظالمين. قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعوينة بن حصن الفزاري فولدوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا مع بلال وصهيب وعمار وخباب في أناس من ضعفاء المسلمين. فلما رأوهم حوله حقروهم فأتوه فقالوا: إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك بذلك كتابا. قال: فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب. قال: ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبريل بهذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم
فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة من يده ثم دعانا فأتيناه وهو يقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فكنا نقعد معه، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد معنا بعد، فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. لا يثبت هذا الحديث، وظاهره أن الآية نزلت بالمدينة، ولا نزاع أن سورة الأنعام كلها مكية. وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس ممن من بني تميم ومن بني فزارة ممن أسلموا متأخرا، وكتابة علي للكتاب إنما كان ذلك بالمدينة، وأما مكة فكان علي ما زال صغيرا ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب بمكة كتبا إلى الناس. ولذلك قلنا أن هذا الحديث لا يثبت. هذا الحديث إسناده فيه جهالة أبو سعيد الأزدي، هو قارئ الأزد، لم يوثقه غير ابن حبان. وأبو الكنود وثقه ابن سعد، وذكره ابن حبان أيضا في الثقات، ووسمهم الحافظ في التقريب بالقبول. وعليه فإن هذا الإسناد لا يرتقي إلى الحسن فضلا عن الصحة. قال ابن كثير هذا حديث غريب، فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلم بعد الهجرة بدهر. قال ابن جرير رحمه الله ذكر طريقا أخرى بهذا الحديث، قال فلما رأوا، إلا أنه قال في حديثه فلما رأوهم حوله نفروهم فأتوا فخلوا به، يعني نفروهم أن يجلسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع وصاحبه فقال وكذلك فتن بعضهم ببعض. وقال أيضا فدعانا فأتيناه وهو وصاحبه، فقال وكذلك فتن بعضهم ببعض. فدعانا فأتيناه وهو يقول سلام عليكم، فدنونا منه يومئذ حتى وضعنا ركبنا على ركبتيه. عن قتادة والكلبي أن ناسا من كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن نتبعك فاطرد عنا فلانا وفلانا، ناسا من ضعفاء المسلمين. فقال الله تعالى
ألا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.